المدام ديالي كيركبات في الطوموبيل، انا كندور حيت كون طاحت وما تجراتش كنت غني غادي ندوز عليها بالروايد اللورانيين. ارجع نقدروا نقولوا زينه محارم وخال مع ابن الاخت ديالو، كانت تصيف صور عاريه لهذا الخال. لست اضخم ولست اهول، لانه لو كان تضخيم وتهويل فلانه نابع من كون ان الشركه ديالنا الان كتشتغل هذه تقريبا 3 سنوات في مجال الامن المعلوماتي، ونحن نتوصل بالعديد من الحالات، حالات لانها لم يصلها تلك التحذيرات التي انشرها، تلك الفيديوهات التي انشرها، وبالتالي نجد اننا امام ضحايا للاسف الجهل في استخدام هذه التكنولوجيات الحديثه، خصوصا الهواتف الذكيه والحواسيب، فكيخليهم انهم كيوقعوا اما ضحايا ابتزاز، اما كيوقعوا ضحايا تجسس، اما يعني. وبالتالي فانا لست اهول ولا لست اضخم، انا احكي الحقيقه مبنيه على وقائع، مبنيه على واقع كنعيشوه في هذه الشركه هذه يعني بشكل تقريبا يومي. انه باش تعرفوا واحد القضيه، انه راه يوميا كندوزوا قضايا ابتزاز يوميا، لا يمر يوم بدون أن يكون هناك ابتزاز، ولا يمر أسبوع بدون قضايا ابتزاز. أرجع نقدروا نقولوا زينة محارم، نعم، فخال مع ابنة الأخت ديالو. غير بعض المرات كتوقع في شي حوايج حنا براسنا كنتصدموا، ولكن حنا في المكتب عندنا ما كنحكموش على الناس، هذا هو العنوان ديالنا، وي دونت جادج بيبل، ما كنحكموش على الناس، حنا خصنا نحلوا المشكل، هذا هو الهدف ديالنا. مي سولت سؤال انا غنجاوبكم عليه، وقصة للعبره، انه خال مع ابن الاخت ديالو، ابن الاخت كانت تصيف صور عاريه لهذا الخال وفيديوهات عاريه، فاذا به بطريقه ما ستقع في شخص ثالث، في يد شخص ثالث اللي غادي يولي كيهدد هاد الجوج، انه الا ما عطاوش واحد المبلغ مالي غادي يفضحهم. والحمد لله الامور تيسرت. المساله اللي خاص يعرفوها الناس وتنعاودوا ناكدوا، للاسف الشديد رغم التحذيرات ورغم اننا دائما كنقولوا للناس انهم ما يتعراوش، ما يثقوش في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثقوش في الناس اللي كيهضروا معاهم، واخا يكون حتى الخطيب ديالك شي، واخا يكون كاتب عليك العقد ما خصكش تثقي فيه. كاينين حدود، خطوط حمراء حتى بين الازواج خاصهم يرسموها، لانه انا دابا كنحكي الواقع، انه كاين ازواج ملي كيوصلوا الطلاق تيولي يهدد مرته بانه غينشر ليها واحد الفيديو ديالها، الناس مخطوبين، يعني هادو اشخاص بعدا الهويه ديالهم معروفه وكيوقعوا في هاد المشاكل. فما بالك انه الناس اللي انت كتعرف عليهم سوا انترنت وكتثق فيهم. وللاشاره ان اكثريه قضايا الابتزاز دراري ماشي بنات، راه واحد اكثريه اللي كيجيونا دراري، هادشي اللي تنقول بشكل يومي، راه بنت كتجينا يمكن مره في الشهر، نقدر نقول لك مره في شهرين، راه الاكثريه رجال، جميع الفئات العمريه التي يمكنك ان تتصور. كنتعاملوا من مع بطبيعه الحال احنا ما منحقناش نتعاملوا مع القصيرين، القصير خاصو يجيب ولي امره، ولكن راه من 18 عام للفوق، راه زعما حتى 60 سنه حتى 65 سنه، الناس اللي كيوقعوا في هذا. وهذا الشيء كيوقع بسبب الثقه، يعني واحد كيجي كيهضر مع واحد البنت والبنت زوينه وكيثيق انه هذيك البنت راه فريمون كاينه، وكاين كاع اللي كيحاول يقول لها ديري الكاميرا يشوفك، وتتفتح ليه الكاميرا وكيشوفها وكيسحب هذاك الشخص اللي في ديك الكاميرا راه هو الشخص اللي كيهضر معاه، والحقيقه ان هذاك فيديو مسجل ماشي واقعي، فانت كيشوف هو داك الشيء. بطبيعه الحال دائما خاص تشوف هاد السيد هذا، دائما غتلاحظوا انه زربان باش يجرك انك تمارس معاه، غير زربان، ماشي واحد الانسان متبات ولا، تلقاه هو زربان، هو كيجرك لانه هو ما كاينش انت، كاين عنده بزاف ديال الناس اخرين، فخصو يوقعك بسرعه. فلهذا تنقول للناس انه سواء كنتوا واحد كتعرفوه ولا ما كتعرفوش، خاصكم ترسموا حدود حمراء في المجال الافتراضي، انه نتعرى ولا نبين اعضائي، لا، لانه هذاك الشيء راه غادي يخليك غادي تبكي الدم من بعد، لانه الناس دابا كيجيو عندنا، وميم اننا كنقدروا نعاونوهم اتخافي غير السيستم ديالنا اللي كيلقى هذوك الصور والفيديوهات الاباحيه ديالهم وكنتدخلوا باش نسوبريميوهم، ولكن راه تيبقى الانسان في راسك تيبقى مريض نفسيا، واخا تيشوف كانك خدام معاه وكتحيد، فهو ديما تيبقى مريض.
ديما خايف انه شي نهار توقع شي حاجه تيبقى عنده الوسواس. كان ليله العيد كنا متوجهين باش اننا نمشيو للطبيب السنان ديالها. المدام ديالي كيركبات في الطوموبيل لانه بعض الناس يقول لك ايه فعلا هو كان خطا ان ما دارش حزام السلامه، ولكن شوف ما نضربوا الشمس بالغربال اننا كاملين ملي كنركبوا في الطوموبيل اللي كان حداك راه تزيد الطوموبيل شويه وكتلقى هو كيجر، ما كانكونش الطوموبيله واقفه وكتجر الطقعه كنضماري وانا غنضماري ما غنتسناش واحد حدايا تيدير الصمطه، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه. فهي كي دارت كي طلعت انا زدت واحد شويه كان الفيراج كنت غادي بواحد 30 كيلومتر في الساعه، فاذا به معانا كندور مع المراه ديالي هي كتجر الصمطه، ولان هادشي اللي اعتقاها في النهايه لانه الصمطه تلوات ليها في يديها وهي اللي خلاتها شويه يعني جراتها ما خلاتهاش ماشي طاحت، حيت كون طاحت وما تجراتش كنت غني غادي ندوز عليها بالروايد اللورانيين. فانا معاذرت هي طاحت، كنشوف بعدا واحد السياره جايه بسرعه من ورايا الحمد لله انها فرانت في الوقت المناسب. كانوا الحمد لله لان وقع لي المشكل قدام واحد الكافي وهادشي راه غيعرفوا جهه حي الشرف. فمع واحد الدوره كانت كاينه واحد الكافي كان واحد جوج طبات تما عرفوني جاو تيجريو. الاول شافها صراحه قال لي خاصها تمشي للكلينيك خاصك دير لها الراديو. الثاني ملي شافها قال لي لا راه غير كريز دو بانيك راه ما عندهاش حتى شي حاجه. انا في هذيك اللحظه خرجت على السيطره ديالي لانه كنشوف الباب، انا بالنسبه لي السيستم ما طلع لي حتى شي حاجه، ما قال لي حتى شي حاجه السيستم بالما راه الباب راه واش حيت نورمالمون ملي كتزيد خصك تسمع واحد الرانين ان الباب راه محلول، ما سمعت والو. الباب كيفاش تحل الله اعلم. فلقينا راسنا في الحالة هيستيريا وكانت معايا البنت صغيره اللور كتبكي كتشوف ما انا ما كلات العصا كلات واخا ما وقع ليها والو ولكن كلات العصا في رجلها كلات العصا في يديها. هاد بزوغ هاد الدورات هادو شخصيا حضرت منهم في الكثير من الاحيان، لان هاد الدورات هذه للاسف الشديد كتلقى هاد الناس كيستمدوا الغنى ديالهم من الجهل ديال الناس، بحيث انه مثلا واحد الشخص كيمشي مثلا يقرا واحد جوج كتبه او لا يمشي اليوتيوب يشوف ليه شي اربعه ولا خمسه الفيديوهات يجي تقرع عليك في دي ستوري في فابور مثلا وهذا ويبان لك انه السيد فاهم اللي قال مثلا شكله فاهم، ومن بعد كينوض يدير واحد الدوره اللي كيبيع الناس 3000 درهم 4000 درهم ولا الاشاره. هذيك الدوره كتلقى اما هذاك الشيء اللي تيقول هذاك السيد ما خدامش متجاوز او لا كتلقى هذاك الشيء اللي تيقول اصلا هو موجود. وفي النهايه كتلقى الناس كيشتكيو انهم يعني خداو واحد الدوره بمبلغ مالي باهت بعض المرات كتوصل حتى 10000 درهم وما حققوا منها حتى شي استفاده شخصيه. الناس هذو كنصحهم اولا انهم ما يبجوش بقناه يوتيوب بشكل مباشر، لان يوتيوب ثقيل باش انه يطلع. حنا ما كرهناش هاد الناس يكونوا في تيك توك، واخا انا ما تنستخدمش تيك توك، ولكن تيك توك باش نكونوا متفقين انه كيجلب واحد المشاهدات خياليه. يعني الناس اللي بغاو يبداو هذا المحتوى الهادف يديروه في تيك توك عوض هذا المحتوى الفاشل. لا رديتوا البال، جميع هاد الكوارث بانوا في تيك توك، لان تيك توك هو غيا تيكونوا فيه المشاهدات بزاف. كنقولوا واحد الحاجه تقنيا سميتها الريتش، كيكون او نسبه الوصول كتكون كبيره بزاف في تيك توك. فبالتالي هاد الناس ممكن انهم يبداو بتيك توك. تيك توك راه الان كيربحوا منه ديجا الفلوس، مي باش يكون واحد الشكل اللي هو احترافي اكثر يقدر انه من بعد الا بغى هذاك لو ترافيك يدوزوا ليوتيوب او يدخلوا الباج فيسبوك او لا ممكن، لانه غيسهل عليه انه المتابعين ديالو يقول لهم غير تبعوني هنا ولا تبعوني هنا وغادي يكونوا المتابعين ديالو غادي يتبعوه. للاشاره هاد الناس كذلك اللي كيديروا واحد المحتوى اللي هو هادف مثلا قلت التدريس، هاد الناس كنشجعوهم كذلك انهم يقريو اونلاين مقابل يعني في المقابل بواحد المبالغ ماليه، مثلا واحد 100 درهم في اشتراك نعلمك لغه مثلا ويجمع واحد 1000 واحد ولا هادو راه دي بزنس موديل كاينين اللي كيخلي هاد الناس هادو كذلك انهم يستافدوا ماديا. راه حنا ماشي ضد ان واحد السيد يستافد ماديا، خاص غير يكون عندك ما تعطي. اما باش انت مثلا تضحك على بنادم وتدي ليه فلوس فيما يسمى بشي دورات اللي انت من الله اعلم منين كتجيب هذاك العلم ديالك، او لا مثلا كتضحك على عباد الله وتستحمرهم من اجل ربح دريهمات ادسنس، فهذا الشيء بطبيعه الحال غير مقبول. ولكن واحد الشخص
اللي كيبدل واحد المجهود اللي كيقري او لا قلتي التطبيب او لا استشارات في القانون او لا، علاش لا من حقه هذا السيد لانه بطبيعه الحال كيتعب في هذا العمل. لان الاب ديالي كان يشتغل في المجال العسكري وكان يشتغل مع الخطوط المسلحه الجويه الملكيه المغربيه، فهو كان يشتغل في الجانب التقني، فكان واحد تقرب اكثر من هذا المجال، ومن ثم حبيت عالم الطيران. للاسف يعني احنا يعني الحلم باقي ما كنعيشوش في ارض الواقع، ولكن كنعيشو في السيميلاتور لانه كنتعلم الطيران كذلك في السيميلاتور، وناوي ان شاء الله انه مجرد ما يعني نسالي بعض الاشغال اللي هي كتحبسني من انني نبدا في الكورسز، اننا ان شاء الله نبداو في ارض الواقع. اول حاجه بغيت نقول للناس انه هذا العصر اللي كنعيشوا فيه هو عصر ديال التكنولوجيا بامتياز، الحمد لله واقول الحمد لله. في المغرب ما عندناش السنسورشيب، ما عندناش الحظر في المواقع، عندنا واحد الحريه اللي بزاف ديال الدول، انا زرت الدول العربيه ما عندهمش هذه الحريه اللي عندنا حنايا، فنشتغل يعني نستغلوا هذه الحريه اللي عندنا بواحد الشكل ايجابي. الانترنت الان واحد المصدر ديال التعلم اللي ما عندوش حدود، اللي ممكن انه يبدل حياه الناس. انا شخصيا راه بدلت حياتي بالانترنت، ماشي شي حاجه اخرى، تعلمت في الانترنت، طورت المهارات ديالي في الانترنت، فعوض انه نعطي واحد 4 سوايع من وقتي وانا كنتابع التفاهه وما كنستافد منها حتى شي حاجه، بالعكس كيستافد هذاك الشخص اللي كنتابعه، نستثمر في راسي. الا كنتي كتستثمر غير ساعه في النهار راه 365 ساعه في العام هذيك اللي غادي تخليك بطبيعه الحال تعلم اي مجال بغيتي وتقدر انك تطور راسك فيه. هذا من جهه، من جهه اخرى كنشكركم على الحضور ديالكم، شرفتوني استاذي، وكذلك كنوجه تحيه لجميع متابعي قناه لاله العروسه وكذلك صفحات لاله العروسه الاجتماعيه. شكرا. مجله لاله العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار.